الشارع الخزان قابلت لي إنسان فيه الحلا ألوان سبحاني من صور في شارع الخزان قابلت لي إنسان فيه الحلا. مرحبا أخوي، ممكن تساعدني؟ أمريني، السيارة تعطلت علي ولا أدري وش فيها وتوهكت. طيب أطلبي من أحد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكلة مو هنا، متأخر عن موعد العيادة، تراها قريبة على آخر الشارع يمين، بس أبيك توصلني الله يعافيك. المشكلة وين أركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى، أبي فزعك. أوكي، للضرورة تحكام، انقزي. معليش ركبت معك هنا، بس لا تشيل هم، بنا بارتشن وراس محجر القطو. مو محجرة الهم، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق، بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي؟ حبيبي لوسي، عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قايلة العيادة هذه حقت بيطرية. أوراقها معك؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم. إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم بعد إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. ألعب يا القطوة المحصن، والله مو بسهل. هلا والله، عاد حداك البيت البطل. أم عاد دوار ببيتكم. إيه دوار، وش عندك أنت انهبلت؟ لا لا لا، بس أول مرة أشوف دوار ببيت. تصدقين بديت أحسد القطو على كل شيء. أنت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. أنت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى أنا حبيتها، لوسي ترحب من أول نظرة. وبشري بعزس، أي شيء تبينه تحت أمرس وتحت أمر لوسي. رقمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع، أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق، الحين الزبدة، باخذ رايك. هديها وردة. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه ما هي بكاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه حتى لو مو بغالي، أهم شيء يعجبها. جبتها، بكرة هديتها تحضر عندها.
أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يكثر ثواريك. تفضل تفضل. طب غمض عيونس. ليش؟ أمانة غمض عيونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاكي. تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي. حتى لوسي خافت. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم من حطين.